السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء، نتابع في المعايرة في المقطع المقطعين سبقت تعلمنا كيف شو هو القسم النظري من المعايرة. قلنا في نهاية المقطع أنه راح نجمع كل الحكي النظري اللي أخذناه لحل مسألة المعايرة. مسألة المعايرة برجع أنا بحكي قراءة نص المسألة هو عبارة عن 90 أو 99% من حل المسألة، القراءة الصحيحة الحل الصحيح، أما أنت ما قرأت صح راح تقع في مشاكل وما راح يطلع معك حلك صح. شوف لك مسائل الأنشطة والتدريبات. عندنا المسألة الأولى، قال لي ينحل 50 ميلي من غاز كلوريد الهيدروجين. فعندي أنا المعطيات، حجم الغاز يساوي 50 من حوله اللتر ضرب 10 قوة ناقص 3 لتر. لاحظ المسألة هون مؤلفة من قسمين. انت ايه بدك تعرف انه بلشت في مسألة معايرة لما بقول لك لازمة لتعديل او يعاير. وقت نبلش بمعطيات معايرة مثل ما راح نشوف. قال لي ينحل 50 ميلي من غاز كلوريد الهيدروجين، فحجم الغاز 50 ميلي يعني 50 ضرب 10 قوة ناقص 3 لتر في كمية من الماء المقطر، وأكمل حجم محلول ليصبح 200 ميلي، فصار حجم المحلول حجم المحلول مثلا في تساوي 200 ضرب 10 قوة ناقص 3 لتر. الطلب ألف، القسم الأول من المسألة، القسم الأول على القوانين في المعايرة. قال لي احسب تركيز المحلول الحمضي مقدرا بالمول لتر ناقص واحد. ايش مقدر؟ بالمول لتر ناقص واحد تركيز. فقانون التركيز اللي مول لتر ناقص واحد هو سيتساوي شو؟ ان على في. قال لك وقيمة البي اتش بفرض ان الحجم المولي، فاعطاني الحجم المولي للغاز بيساوي 20-25 لتر مول ناقص واحد. فأنا بدي أحسب تركيز المحلول الحمضي، إيش قد حجم المحلول الحمضي؟ 200. فسيتساوي إن على V، الـ V موجود 200 ضرب 10 قوة ناقص 3 لأنه هو قل لي تركيز المحلول الحمضي. لكن شو بقى عليه حساب الـ N؟ بنجي نحن أنا أعطيتك قوانين في المعايرة. قوانين عدد المولات عندنا قانون M صغيرة على M كبيرة، وقانون حجم الغاز على حجم المولي، وقانون سي في بي. المعطيات هي بتقول لك تطبق اي قانون. هون اعطاني حجم الغاز واعطاني الحجم المولي، فعدد المولات تساوي حجم الغاز على الحجم المولي. وما بننسى هون بدنا نحول اجباري للتر. قلنا في جميع القوانين الحجم دائما بايش؟ باللتر. فحجم الغاز 50 ضرب 10 قوة ناقص 3 على 25، 2 ضرب 10 قوة ناقص 3 ايش؟ مول. فيؤدي تركيز الـ HCl يساوي 2 ضرب 10 قوة ناقص 3 هو عدد مولات على الحجم 200 ضرب 10 قوة ناقص 3. فـ 10 قوة ناقص 3 راح مع 10 قوة ناقص 3، ظل عندي 1 على 10 قوة 2 يعني 1 على 100، ويساوي 0.01 مول لتر ناقص 1 يعني 10 قوة ناقص 2. قل لي وقيمة بي اتش المحلول، وقيمة بي اتش المحلول. ركز انت لسه ما دخلت مسألة معايرة. انت تركيز اللي حسبته تركيز اي حمض؟ حمض كلور الماء، غاز كلوريد الهيدروجين يعني صار حمض لما حليناه بالماء المقطر. حمض قوي واحادي الوظيفي، فتركيزه يساوي تركيز الاتش 3 او موجب. وانا حتى احسب البي اتش بدي الاتش 3 او موجب. منقول بما ان الحمض قوي وأحادي الوظيفي، فيؤدي تركيز الحمض يساوي تركيز الاتش 3 او موجب، ويساوي 10 قوة ناقص 2 مول لتر ناقص 1 يعني 0.01. فيؤدي البي اتش تساوي ناقص لوغاريتم الاتش 3 او موجب، ويساوي ناقص لوغاريتم 10 قوة ناقص 2 ويساوي 2. نحن هون لحد الآن ما دخلنا بمسألة معايرة، هاي على القوانين في المعايرة. ب دخلنا بالب ليك، بس دخلت بمسألة المعايرة المسألة سهلة، صارت سهلة، اقرأ صح.
قال لك يعاير 20 ميلي من المحلول السابق. انت كان عندك حجم 200 ميلي، صار عندك هون 200 من HCl يعاير 20 ميلي، اخذنا منه 20 ميلي من المحلول السابق، مين هو HCl؟ فجيت تحط المعطيات، شخد الفي واحد 20 ميلي، قال لي من المحلول السابق. لما قال لك السابق معناته نفس التركيز، شخد طلع معنا التركيز 0.01، فسي واحد 0.01 تمام، بمحلول هيدروكسيد الصوديوم يعني ان اواتش تركيزه 0.05، فالفي 2 يساوي مجهول والسي 2 0.05 مول لتر ناقص واحد. طيب انت ليك لما حطيت المعطيات هيك قبل ما تقرا الطلب، ما هو المطلوب منك؟ بدي اقول لك احسب حجم ان اواتش، حجم الصود الكاوي، حجم هيدروكسيد الصوديوم المستخدم في المعايره. من خلال معطياتك عرفت الطلب انت. نجي على الطلبات. الطلب الاول قال لي اكتب المعادله الايونيه. شو اكتب المعادله الايونيه لتفاعل المعايره؟ انا عندي حامض قوي باساس قوي، ف اتش 3 او موجب زائد او اتش سالب ايش بيعطيني؟ 2 اتش 2 او. تنتبه ابني على السهم العكوس هون تام. من شروط المعايره ان تتفاعل على نحو تام. اثنين ليك مثل ما قلنا استنتجنا الطلب قبل الطلب، احسب حجم ان اواتش. فجيت انت حامض قوي باساس قوي، ان اتش 3 او موجب ايش بيساوي؟ ان او اتش سالب سي 1 في 1 شو بيساوي؟ سي 2 في 2، فيؤدي في 2 تساوي سي 1 في 1 على سي 2 يعني 0.01 يعني 10 قوي ناقص 2. ضرب الفي 1 20 على 5 ضرب 10 قوي ناقص 2 يعني 5%، ف 10 قوي ناقص 2 مع 10 قوي ناقص 2 20 تقسيم 5 4 ميلي. حجم ان او اتش المستخدم في المعايره ببساطه جدا. حط معطياتك صح، حليت المساله صح، ما بدي اي شيء. قانون واحد للمعايره ان يساوي الان. ليك الطلب الثالث قال لك ما قيمه بي اتش نقطه نهايه المعايره؟ ما قال لي احسب. سابقا حكينا نحن بس قال لي ما قيمه، ان كان برياضيات كان بفيزياء كان، فطلب استنتاجي قال لك ما قيمه بي اتش نقطه نهايه المعايره. انت عم تعاير ايش بايش؟ حامض قوي باساس قوي، فش قد البي اتش؟ 7. شو المشعر؟ ازرق بروم التيمور. اذا فالبي اتش تساوي شقد؟ 7. المشعر ازرق بروم التيمول لان مجاله من 60 ل 7.6 يحوي بي اتش نقطة نهاية المعايرة. اذا يحوي بي اتش نقطة نهاية شو؟ المعايرة. هيك حلينا المسألة الاولى ببساطة جدا. راح ارجع عيد، قال لي ينحل 50 ميلي من غاز كلوريد الهيدروجين. ما بلشنا بطلبات معايره، ما قال لي لازم لتعديل او يعاير كذا. فحجم الغاز 50 ضرب 10 قوي ناقص 3 لتر. في كميه من الماء المقطر واكمل حجم محلول لل 200. يعني 200 حجم المحلول الحمضي، 200 ضرب 10 قوي ناقص 3. الطلب الاول قال لي احسب التركيز، تركيز المحلول الحمضي مقدرا بالمول. مول يعني ان على في، الفي موجود بدي الان. قلنا المعطيات قالت لي طبق قانون حجم الغاز على الحجم المولي. حسبنا التركيز، حسبنا عدد المولات، بعدين عوضنا بان على في، طلع معنا التركيز 10 قوي ناقص 2. وقيمه البي اتش قلنا بما ان الحمض اتش سي ال قوي واحادي فتركيزه بيساوي تركيز الاتش 3 او موجب، فالبي اتش تساوي 2. دخلنا في المعايره، اقرا صح، حط معطياتك صح، المعطيات ما عليها اعلامي لكن هي الحل. يعاير 20 ميلي من المحلول السابق، يعني السابق نفس التركيز، بمحلول هيدروكسيد الصوديوم ان او اتش، تركيزه اعطاني تركيزه وحجمه فهو المجهول. سلفا راح يعطيني الطلب احسب حجم ان او اتش المستخدم.
اكتب معادلة إيونية، كتب لي معادلة إيونية حامض قوي بأساس قوي، احسب عوضنا. قال لك ما قيمة البي اتش 7 لأن مجاله، لأن مجاله من 60 إلى 7.6 والمشعر أزرق بروم التيمون يحوي بي اتش نقطة نهاية المعايرة. هاي المسألة الأولى. لاحظ المسألة الثانية معايرة بحتي، هون فيها قسمين، قسم على القوانين وقسم على المعايرة. هون معايرة، معايرة وتمديد. المسألة الثانية وهي جاي دورتين هاي المسألة، لاحظ لكن أرقام بغير لك أرقام، تبع علي رح نقراها بهدوء بس حطينا المعطيات انتهت المسألة. قال لي لزم لتعديل 50 ميلي من حمض الكبريت. حمض الكبريت شخد فيها واحد 50 ميلي، تركيزه ما أعطاني تعديلا تاما 30 ميلي من الصود الكاوي، يعني ان اواتش في 2 30 ميلي، تركيزه 0.50 حطينا تركيزه سي 2 في 2 و 20 ميلي من البوتاس الكاوي. هون حمض بده اساسين كي او اتش، في 3 تساوي 20 ميلي وسي 3 تساوي 0.25 مول لتر ناقص واحد. طيب انا لما حطيت المعطيات بهالطريقة شو المطلوب مني؟ رح يكون احسب تركيز حمض الكبريت. قبل ما اقرأ عن الطلب، قبل ما اقرأ الطلب بس حطيت المعطيات عرفت الطلب. الطلب الاول قال لي اكتب معادلتي التفاعلين الحاصلين. انا عندي حمض باساسين، فبفاعل حمض مع اساس وحمض مع اساس. فالحل الطلب الاول اكتب معادلتين، فبفاعل حمض الكبريت مع ان او اتش، ايش بيعطيني؟ ان 2 اس او 4 زائد اتش 2 او من وازن التفاعل 2 ب 2. المعادله الثانيه اتش 2 اس او 4 زائد 2 كي او اتش اعطاني كي 2 اس او 4 زائد 2 اتش 2 او. لو قايل لي هون الايوني معادله واحده عن المعادلتين او اكتب تفاعل معايره معادله عن التنتين اللي هي مو حمض قوي واسس قويه، اتش 3 او موجب زائد او سالب بيعطيني 2 اتش 2 او. الطلب الثاني قال لي احسب تركيز حمض الكبريت مقدرا بالمول ثم بالجرام. انا عرفت الطلب قبل ما ابلش، فجيت انت ان اتش 3 اوم موجب يساوي ان او اتش سالب. ايوه منتبه ومنركز مليح. هون شو هو الحمض؟ حمض الكبريت حمض ثنائي، فمنقول 2 سي 1 في 1 سي 2 في 2 زائد سي 3 في 3، فالمجهول هو سي 1 سي 2 في 2 زائد سي 3 في 3 على 2 في 1. شو بقى عندنا؟ بس نعوض القيم ويساوي 0.5 ضرب 30 زائد 0.25 ضرب 20 على 2 ضرب 50، ويساوي نحن يساوي 0.5 ضرب 30 15 زائد 25 ضرب 20 500 والفاصلة بعد رقمين 5 على 100 يعني 20 على 100 0 مع 0 0.2 مول لتر ناقص واحد. فيؤدي تركيزه بالمول لتر ناقص واحد يساوي 0.2. قال لي احسب التركيز بالمول ثم بالجرام. ايه سي جرام لتر ناقص واحد يساوي سي مول لتر ناقص واحد ضرب الكتلة المولي، واعطاني الاتش واعطاني الاس واعطاني الاو، تطلع معنا كتلة حمض الكبريت 98 فيساوي 0.2 ضرب 90 98 19.6 جرام لتر ناقص واحد. قال لي احسبه بالمول ثم بالجرام ببساطة جدا. ليه ما عم نلاقي اي صعوبة؟ ليش؟ حطيت المعطيات صح، قريت صح، المسألة صارت واضحة. الطلب الثالث صرنا بطلب شو؟ تمديد. قال لي احسب حجم الماء المقطر. معطيات جديدة، مسألة جديدة، قلنا اما بيجيب اخر طلب او مسألة اختر ايجابي. احسب حجم الماء المقطر المضاف الى 30 ميلي من حمض الكبريت السابق. فجيت انت قبل في 1 30 ميلي سي 1 تركيز سابق خط اللي معناه 0.2 لكي يصبح تركيزه، يعني بعد
في 2 يساوي مجهول وسي 2 شو بتساوي؟ 0.01. قال لي احسب حجم الماء المقطر، فبحسب في 2 وبطرح منه في 1 بطلع معي حجم الماء المقطر. فان قبل تساوي ان بعد، سي 1 في 1 يساوي سي 2 في 2، فمنعوض في 2 تطلع معنا 600 ميلي، فيؤدي حجم الماء المقطر يساوي في 2 ناقص في 1 600 ناقص 30 ويساوي 570 ميلي. يساوي 570 ميلي هو حجم الماء المقطر المضاف. لاحظ ركز، قال لك حجم الماء المقطر مو تحسب في 2 وتوقف، عندي في 2 هو الحجم بعد التمديد. نرجع منعيد هالمسألة الثانية. قال لي لازم لتعديل 50 ميلي من حمض الكبريت، حطيت حمض الكبريت في 1 50 ميلي تركيزه مجهول، 30 ميلي من الصود الكاوي تركيزه 0.50 يعني هيدروكسيد الصوديوم، و20 ميلي من البوتاس الكاوي يعني البوتاس الكاوي تركيزه أعطانية. لما وضعت المعطيات عرفت الطلب انه احسب تركيز الحمض. اكتب معادلتي التفاعل، كتبنا معادلتين، احسب تركيز الحمض مقدرا بالمول والجرام. ما بنسى انه الحمض حمض الكبريت ثنائي الوظيفي، بضرب باثنين بالقانون، طلع معنا سي واحد يعني تركيز الحمض 0.2 مول لتر ناقص واحد. قال لي بالمول ثم بالجرام، عندنا قانون بيحول، مضرب بالكتلة المولي بيطلع معي مباشرة التركيز بالجرام لتر ناقص واحد، اللي هو طلع معنا 19.6 جرام لتر ناقص واحد. الطلب الأخير تمديد، مثل ما قلنا حط معطيات جديدة بتوصل لها شو الطلب اللي بدك ياه مباشرة انت. فقال لي احسب حجم الماء المقطر المضاف الى 30 ميلي من حمض الكبريت، فقبل التمديد 30 تركيز السابق نفس التركيز، لكي يصبح تركيزه يعني بعد التمديد. حسبنا الفي 2 600، طرحنا منه في 1، طلع معي انا حجم الماء المقطر شو المضاف. هيك كنا حلينا المسألة الاولى والمسألة الثانية في الانشطة والتدريبات. راح نحللك التطبيق المحلول رقم 3 اللي هو هام جدا. اذا تطبيق 3 شفنا حلينا المسألة الاولى والثانية، كيف القراءة الصحيحة هي الحل كلها. هلق عندنا تطبيق 3 هام، لاحظ انتبه على القراءة. قال لي عيني غير نقية من البوتاس الكاوي، يعني غير نقية شو يعني غير نقية؟ يعني تحوي على شوائب من البوتاس الكاوي كتلتها 8.4، فأنا عندي كتلة العيني تساوي 8.4 غرام، أذيبت في الماء المقطر يعني حطيتها في الماء المقطر وأكمل حجم محلول إلى 400 ميلي. فعندي أنا حجم المحلول 400 ميلي يعني 0.4 لتر. جميل، فصار عندي حجم محلول 400 ميلي. فإذا علمت أنه لزم 20 ميلي من هذا المحلول، أخذت منه 20 ميلي من مين؟ البوتاس الكاوي يعني كي أو اتش. في واحد 20 ميلي، سي واحد مجهول لأنه ما أعطاني التركيز. لتعديل 30 ميلي من حمض كلور الماء يعني اتش سي ال، في 2 تساوي 30 ميلي تركيزه 0.2. يا سلام، انا لما حطيت هيك المعطيات ايش الطلب؟ احسب تركيز هيدروكسيد البوتاسيوم المستخدم. واضحه. الطلب الاول اكتب معادله التفاعل حاصل، حمض زائد اساس ملح زائد ماء، كي او اتش زائد اتش سي ال اعطاني KCl زائد H2O. الطلب الثاني قال لي احسب تركيز KOH المستخدم ايه، فان حمض قوي اساس قوي NOH سالب شو بتساوي؟ NH3O موجب، سي واحد في واحد يساوي سي 2 في 2، ف
فيؤدي السي واحد سي اثنين في اثنين 0.2 ضرب 30 على 20 صفر مع صفر 0.2 مع 2 0.1 فالجواب 0.3 مول لتر ناقص 1. الطلب الثالث، احسب كتلة كيلو اتش النقع في العينة، في العينة يعني بال 400 ملي. قانون حساب كتلة قلنا ام تساوي سي في ام كبيرة، لميل ام كبيرة للكيلو اتش، الكيلو اتش يعني كي زائد او زائد اتش، 39 زائد 16 زائد 1 56 أعطاني القيم. فالام تساوي السي تركيزه 0.3، الفي قلنا في العيني 0.4 ضرب 56، بيطلع الجواب 672 والفاصلة بعد رقمين 6.72 غرام. كتلة كي او اتش النقي، يعني شو النقي؟ اللي تفاعل، اللي اتفاعل. واضح لهون؟ بسيطة جدا جدا جدا. انا لما حطيت المعطيات عرفت الطلب. احسب كتلة قانون كتلة، اخذنا قوانين في المعايرة. الطلب الرابع، لاحظ انتبه على الطلب الرابع، احسب النسبة المئوية للشوائب. احسب النسبة المئوية لمين؟ للشوائب. هلق انا كان عندي عيني غير نقية، تمام؟ يعني كتلة كيو اتش اللي تفاعل زائد الشوائب اللي ما تفاعلت، طلع معاي النقي 6.72. فكتلة الشوائب شو مطرح؟ كتلة العين ناقص شو؟ النقي. يعني 8.4 ناقص 6.72 وتساوي 1.68 غرام. كتلة مين؟ الشوائب. كتلة مين؟ الشوائب. فهلق النسبة المئوية كل 8.4 غرام عيني تحوي 1.68 غرام شو؟ شوائب. كل 100 غرام عيني تحوي اكس شوائب، فالاكس تساوي 1.68 ضرب 100 على 8.4. لاحظ 168 على 84 2، الفاصلة بعد رقمين هون رقم بضل 2 بالعشرة، فعشرين بالمئة النسبة المئوية لمين؟ للشوائب. بإمكاني أحسبه بطريقة أخرى للنسبة المئوية للشوائب، كيف؟ نحن بالطلب السابق حسبنا كتلة النقي، بيجي بحسب كل 8.4 تحوي 6.72 نقي، كل 100 واي بتطلع معي النسبة 80%، فبقول يؤدي النسبة المئوية للشوائب 100 ناقص 80 20%. هاي المسألة يعني انه فيها شيء جديد، انه عيني غير نقية فيها شوائب فيها نسبة، لكن بالنهاية وضع المعطيات القراءة الصحيحة حط القانون صح، مسألة سهلة جدا جدا. مسألة هام عندنا هون، مسألة الدورة هي نفس التطبيق 5، تمام؟ تطبيق 5 لكن ضايفين عليه طلب، تبع علي. عند معايرة وارقام بيكون اسهل، عند معايرة 10 ميلي من حمض النمل. جميل، عندي انا HCOOH، الفي واحد 10 ميلي، تركيزه ما اعطاني يا سي واحد يساوي مجهول، لازم 8 ميلي من مين؟ من هيدروكسيد الصوديوم NaOH، تركيزه سي 2 0.01، وفي 2 شقاد لازم 8 ميلي 8 ميلي، تمام؟ لما انت حطيت معطياتك هيك ما هو المطلوب؟ بدي اقول لك احسب تركيز الحمض النمل المستخدم. الطلب الاول قال لي اكتب تفاعل المعايرة، فانا عندي حمض ضعيف بكتبه مثل ما هو، اساس قوي او اتش سالب بيعطيني اتش سي او او سالب زائد اتش 2O، او بامكاني اكتب حمض زائد اساس بيعطيني، احنا قلنا هيدروكسيد الصوديوم NaOH بيعطيني HCOO Na زائد اتش 2O، هاي تقبل وهاي تقبل. الطلب الثاني راح يقول لي احسب تركيز الحمض مقدرا بالمول. طيب فان
حمض لأنه ضعيف يساوي NOH سالب أساس قوي. C1 في 1 يساوي C2 في 2 فيؤدي C1 تساوي C2 في 2 يعني 8 ضرب 10 قوي ناقص 2 على في 2 10 ويساوي 8 ضرب 10 قوي ناقص 3 شو مول لتر ناقص 1. الطلب الثالث احسب كتلة حمض النمل لتحضير نص لتر اعطاك الحجم. فالام تساوي سي في ام كبيرة شخد تركيز حمض النمل 8 في 10 قوي ناقص 3 شخد الحجم نص لتر شخد الكتلة المولية لمين لا اتش سي او او اتش بتطلع معنا 40 46. فانت عندك 8 ضرب 5 40 صفر راح مع صفر ضل عندي 4 ضرب 40 46 ضرب 10 قوي ناقص شو 3 فيساوي عندي انا 4 ضرب 46 180 84 ضرب 10 قوي ناقص شو 3 جرام كتلة حمض النمل اللازم لتحضير نص لتر. واضح كلام؟ هيك نحن مسألة معايرة. هاي مسألة إذا ضف لي طلب مثلا احسب حجم الماء المقطر المضاف، نفس الشيء طلبات تمديد بحط المعطيات طالع الفي 2 بطرح منه في 1 بيطلع معي حجم الماء المقطر المضاف. نحن كنا نتوهم انه مسألة المعايرة صعبة، لكن القراءة الصحيحة هي تعطي الحل الصحيح. هيك ان شاء الله عز وجل بكون مسألة المعايرة صارت واضحة وبكون انهينا بحث المعايرة ان شاء الله عز وجل. يعني انت تلاحظ مسائل الدورات كلها راح تكون نفس المبدأ نفس الكلام، حط معطياتك صح حليت صح. ان شاء الله بكون نحن هيك اعطينا حق للمعايرة وبكون انتهى بحث المعايرة وانتهى المنهاج ان شاء الله عز وجل. لكن في مقطع قادم راح نحل نموذج امتحاني ان شاء الله عز وجل مشان نكون نحن واثقين وجاهزين للامتحان باذن الله عز وجل. فبتمنى التوفيق للجميع وان شاء الله نكون نحن ساهمنا في قدر المستطاع نوصل منهاج الكيمياء لجميع الطلاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.